مساء الخير اعزائي المشاهدين، اهلا بكم في حلقه جديده من برنامج بنوك واستثمار، معكم اسماعيل حماد. النهارده حلقه خاصه جدا هنتكلم فيها عن مصنع القيادات المصرفية، مصنع الكوادر المصرفية وتأهيل حديثي التخرج للالتحاق بالعمل المصرفي. هنتكلم عن المعهد المصرفي وما يحدث في هذا الصرح العظيم مع الأستاذ عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا وسهلا أستاذ إسماعيل، برحب بحضرتك وبشكرك على الاستضافة. أستاذ عبد العزيز، في البداية كلمنا عن المعهد المصرفي، بيعمل إيه داخل السوق؟ المعهد المصرفي المصري رؤيته إيه داخل القطاع المصرفي أو في التعامل مع القطاع المصرفي؟ المعهد المصرفي بيتبع أي نوع من الاستراتيجيات العمل داخل السوق المصري؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أعرف السادة المشاهدين بالمعهد. بالصدفة المعهد السنة دي بيتم 30 سنة، المعهد أنشئ سنة 91 ليكون إذراع تدريبي للبنك المركزي المصري. عندنا فرع في القاهرة في مدينة نصر وفرع آخر في المهندسين، وعندنا فرع ثالث في مدينة الأسكندرية. بنخدم كل العاملين في القطاع المصرفي اللي عددهم بيربوا على 120,000 موظف. بنقدم خدماتنا سواء كانت على المهارات المصرفية الفنية أو كمان المهارات المتعلقة بالجانب الإداري والجانب السلوكي والجانب المهاري. مش بس بنقدم تدريب، بنقدم تدريب وكمان بنقدم خدمات التقييم المؤهلة للتدريب والمؤهلة للتعيينات والترقيات، بنقدم ندوات توعوية، بنقدم خدمات التعليم بأكتر من وسيط. لو بنتكلم على دورات بيتم عقدها داخل غرف التدريس أو بيتم عقدها من خلال شبكة الإنترنت أو برامج بتبقى معدة سلفا زي برامج التعلم الإلكتروني. احنا سعداء جدا بالدور اللي احنا بنلعبه وشايفين ان هو دور في الحقيقة له اثر مباشر وفعال جدا على القطاع المصرفي المصري وعلى مستوى اداء العاملين في القطاع المصرفي، وزي ما حضرتك تفضلت انعكاسا على الخدمات المقدمة من قبل البنوك للمتعاملين مع البنوك. استاذ عبد العزيز، يمكن لما نتكلم على المعهد المصرفي احنا والتدريب، مسألة التدريب طبعا لازم نقول ايه اللي بيحصل في كورونا، يعني المعهد المصرفي عمل ايه خلال هذه الفترة الصعبة. 2020 كانت سنة كلها تحديات، العالم كله كان بيواجه أزمة جائحة كورونا وتداعياتها على الاقتصادات واستمرارية حتى الأعمال. عايزين نعرف يمكن ايه الجديد او ايه اللي حصل في المعهد المصرفي خلال السنة الصعبة دي. طيب بداية قبل ما تطرق للإجابة المباشرة لسؤال حضرتك، خليني أقول لحضرتك إن إحنا عندنا ثقافة في المعهد بنتشاركها فيما بيننا وبين الموظفين وفريق الإدارة، إن إحنا بنعرف كلمة محظوظ أو يعني ذو حظ طيب، يعني بإنه الشخص اللي بتخدمه الفرصة في الوقت اللي هو بيكون فيه جاهز. يعني بالتعريف ببساطة شديدة، المحظوظ هو كل من كان جاهز حين وفاته الفرصة. لأن ممكن واحد يكون تجيله فرصة ومش جاهز، وممكن واحد يبقى جاهز لا تتوفر ليه الفرصة. في الحقيقة احنا شايفين ان اللي حصل في كورونا ان احنا كنا سعداء الحظ. ليه بقى؟ لأن لما حصلت الجائحة واضطرينا في يوم 12/3 سنة 2020 ان احنا نغلق مقراتنا ويقتصر التدريب فقط على الخدمات التدريبية والتقييمية من خلال شبكة الانترنت، من فضل الله أولا وأخيرا كان دعم البنك المركزي لتوفير كل الموارد وفريق الإدارة اللي بيشتغل في المعهد المصرفي، إن احنا كنا جاهزين للحظة دي من سنة 2018، من فبراير 2018 حين قام المعهد بتدشين منصة التعلم الإلكتروني اللي قدرنا نوفرها للقطاع المصرفي المصري قبل الجائحة بسنتين. لما حصلت الجائحة يوم 12/3 أغلقنا مقراتنا، يوم 1/4 كنا بنعلن لكل القطاع المصرفي المصري وكل شركائنا في الدول اللي احنا بنخدم فيها جاهزين. احنا جاهزين بكل خدماتنا، واقصد كل خدماتنا بلا استثناء، يعني كل خدمات التدريب اصبحت متاحه يوم 1/4 بعد 18 يوم، كل خدمات التقييم اصبحت متاحه،
كل الدورات اللي كنا بنقدمها داخل غرف التدريس أصبحت متاحة للتنفيذ من خلال شبكة الانترنت من خلال التعلم الافتراضي. مش بس كده، أنا عايز أقول لحضرتك إن إحنا عقدنا العديد والعديد من الشراكات مع المؤسسات الدولية عشان نتيح مكتبات تعلم إلكتروني بها العديد والعديد من الدورات التدريبية. يعني أنا عارف إن حضرتك هتسأل السؤال ده في موقع اخر من الحوار، عندنا اسئله كتير فانا احنا عايز اقول ان احنا جاهزين وكنا جاهزين. وخليني انا عارف المشاهدين بيحبوا الارقام. من يوم 12/3 لحد النهارده احنا دربنا 93,000 متدرب. ده الطبيعي ولا اقل ولا اكتر؟ ده اكتر أكتر من الطبيعي. ليه؟ لأن التعلم الإلكتروني والتعلم الافتراضي أصبح متاح لكل الناس اللي كانوا ما بيقدروش يجوا لمقرات المعهد المصرفي. أو حتى لما يعني الطاقة الاستيعابية ما بتساعهمش. بكل تأكيد المعهد عنده 30 غرفة تدريب وعنده غرفتين قاعتين يعني مؤتمرات، إنما في الحقيقة كان بيجي علينا أوقات قبل الجائحة إن إحنا مش لاقين أماكن تستوعب الأعداد اللي بتطلب التدريب. ومن ثم إتاحة العملية التدريبية وعملية التقييم من خلال شبكة الإنترنت بالأبليكيشنز بقى والبرمجيات المعروفة، ده في الحقيقة مكننا إن إحنا ندرب أعداد لم نكن نطمح إلى تدريبها حتى في الأوضاع اللي هي بدون جائحة. فأنا شايف إن إحنا كنا محظوظين، بس انا برضو شايف ان الحظ ما بيجيش من فراغ، بيجي لما تكون انت مستعد تكون عملت الهوم. هل ده انعكس على المتدربين بالايجاب ولا بالسلب؟ يعني الناس دايما في الغالب او المعتاد بتحب تروح تحضر في المكان اللي بيقدم الدوره التدريبيه بشكل مباشر. نسبه التحصيل والاستيعاب اكيد انتوا عندكم بصيتوا على المساله دي، جوده الخدمه ورضا المتعاملين او نسميهم العملاء بتوعهم. طيب خليني اقول لحضرتك ان جزء لا يتجزا من العمليات التدريبيه ان في نهايه وعقب كل دوره تدريبيه بيتم اجراء استقصاء لقياس مدى رضا المتدربين عن الدوره التدريبيه. بنسالهم على الماده العلميه، بنسالهم على فتره الدوره، بنسالهم على جوده المحاضر، بنسالهم على حتى في الايام العاديه ما قبل كورونا كنا بنسالهم على المكان والوجبه المقدمه والجو العام والاضاءه. لاحظت اي تغيير يا استاذ؟ خليني اقول لحضرتك العكس، في الحقيقه الناس بقت مقبله اكتر على التدريب، جوده مخرجات العمليه التدريبيه بقت اوقع، التقارير اللي بيتم استخراجها من قبل البرمجيات اللي بتدير دلوقتي عمليه التدريب اصبحت بتدينا مؤشرات اكثر وضوحا لمدى يعني بيقولوا عليه ايه، اندماج المتدربين في العمليه التدريبيه. وخليني اقول لك الارقام هي اللي بتحكم في الحقيقه. احنا لما بنرجع للارقام، الارقام ما بتكذبش. فانا لما الاقي ان عمليه التدريب زادت والاقبال عليها زاد، ده معناه ان حتى لو كان في بدايه نقل عمليه التدريب من الغرف التدريس لشبكه الانترنت قد نكون وجدنا بعض الصعوبه في اقناع المتدربين في ده، بس هو في الحقيقه بعد ما الناس جربت لقت ان هم بياخدوا نفس الجوده اللي هم كانوا متوقعينها. وفر كمان وقت. ناهيك بقى عن توفير نفقات سفر وحركه من الناس، وناس محتاجه تاخد ايام اجازات، وناس محتاجه تسافر، ومحتاجين يحجزوا في فنادق، ومحتاجين يعني بعضهم قد يكون محتاج كمان ان هو يجي مصر عشان يخلص شويه مصالح ليه. كل ده بقى هو قاعد في بيته او قاعد في مقر شغله، يحصل على الدوره التدريبيه، يتواصل مع المحاضر، يتواصل مع الزملاء، أصبح كل ده متاح بنسبة 100%. ومن ثم ابتدينا نقدر ناخد العملية التدريبية لمناطق احنا ما كناش نحلم بيها. خليني أقول لحضرتك برضو على ملاحظة مهمة جدا. جرت العادة أن عملية التدريب دايما ما كانت تجري من خلال إدارات التدريب القائمة في البنوك. يعني حضرتك موظف في بنك عايز تحصل على دورة تدريبية، جرت العادة أن أنت بيتم ده من خلال إدارة التدريب المنوطة بده داخل البنك. لما حصلت الجائحة ابتدينا نتيح حتى الدورات للأفراد بدون ما يكون هو مضطر يحصل على الدورة دي من قبل البنك بتاعه. يعني على سبيل المثال، حضرتك في إدارة بتعمل في إدارة في العمل المصرفي وليك طموحات ان انت تروح إدارة تانية، اصبحت ان انت عندك القدرة ان انت تتواصل مع المعهد المصرفي اونلاين
مش محتاج تنزل من بيتك. بتحجز الدوره وانت قاعد في البيت، بتاخد الدوره وانت قاعد في البيت، بتدفع رسوم وانت قاعد في البيت، وبتعمل تحميل للشهاده بعد اجتياز الامتحان النهائي وانت قاعد في البيت او قاعد في مقر شغلك. اللي عايز اقوله ان اصبحت العمليه التدريبيه عكس ما كنا احنا في بدايه الجائحه خايفين، ان حاسين ان الاندستري اللي احنا بنشتغل فيها مهدده، اصبحنا دلوقتي احنا مرتاحين جدا ومتاكدين ان احنا اصبحنا على قدره ان احنا نقدم دورات تدريبيه لم نكن نحلم بتقديمها فيما قبل جائحه كورونا. يعني قبل ما نكمل كلامنا عن ايه اللي بيحصل في جائحه كورونا، يمكن التعليم عن بعد هي مساله مهمه وهي منصه مهمه داخل المعهد المصرفي، لكن عندي سؤال: في ظل هذه التحديات ازاي قدر المعهد المصرفي انه يواصل عمليه التطوير الداخلي؟ يعني انت قابلت تحديات السوق زي ما بنقول، ظروف الجائحه، التباعد الاجتماعي، بدأت تشتغل على تطوير التكنولوجيا علشان تقدر تقدم الخدمة ونجحتوا في ده الحمد لله، لكن في المقابل عملية التطوير الداخلي عملية مستمرة وما بتنتهيش ولا تتوقف. طيب سؤال حضرتك في محله، لأن هو احنا مش هنقدر نشوف يعني الثمرة غير لما نعرف هي اتزرعت ازاي والإجراءات اللي تمت عشان نقدر نشوف النتائج دي حصل. بداية لابد من توجيه كلمة شكر واضح للدعم الغير مسبوق من البنك المركزي للمعهد المصرفي بسبب الدور اللي المعهد المصرفي بيقوم بيه. ده نتيجة ان القيادات مقتنعة ان العملية التدريبية وعملية تطوير العنصر البشري هو ده المحك الرئيسي والمحرك الرئيسي لأي عملية تطوير. الدعم اللي توفر لنا من قبل البنك المركزي ومن قبل معالي محافظ البنك المركزي خلانا نحلم. قدرنا خلال العام ونص الماضي ان احنا نغير البنية التحتية التكنولوجية للمعهد المصرفي بالكامل بالكامل بالكامل. قدرنا نجدد كل فروع المعهد المصرفي، ويسعدني ان انا اشارك مع حضرتك فيديو بيدي لمحة عن المنظر الجديد لقاعات التدريس، بيدي لمحة عن التكنولوجيا المستخدمة جوه غرف التدريس اللي بيسموه كلاس روم تكنولوجيز، يدينا لمحة على التطوير في بناء جو يجعل عملية التدريب عملية مريحة وممتعة لجميع العاملين. مش بس كده، العملية مش بس مجرد ان احنا بنتكلم على مقرات ولا بنتكلم على اي تي انفراستراكشر، احنا بنتكلم كمان على تطوير مواد علمية. المعهد قدر خلال السنتين اللي فاتوا ان هو يتعاقد على احدث شهادات تعليميه في مجال الائتمان وفي مجال مشروعات صغيره ومتوسطه، وقدرنا نعقد الكثير والكثير من الشراكات مع مؤسسات دوليه هيجي مجال ذكرها اثناء الحوار عشان نسلط عليها الضوء بشكل واضح. مش بس كده، الماده العلميه، خلينا نتكلم كمان على المحاضرين بتوع المعهد المصرفي، المحاضرين اللي منوط بيهم نقل العمليه التعليميه ونقل المعلومه والمهارة. بندربوا المحاضرين، بندربهم في احسن المؤسسات الدوليه. ويعني مرورا على موضوع كورونا، انا عايز اقول لحضرتك ان بعد ازمه كورونا في خلال اسبوع او 10 ايام تم تعاقد مع اكبر مؤسسات الدوليه لتدريب المحاضرين اللي بيقوموا بعمليه التدريب داخل المعهد المصرفي على كيفيه نقل المعلومه وكيفيه عقد عمليه التدريب من خلال شبكه الانترنت. 23 محاضر تم الاستثمار فيهم وحصلوا على احسن دورات تدريبيه في اللي بيسموه الاونلاين فاسيليتيشن، ازاي يقدر يدرس او ازاي يقدر يدرب اونلاين من خلال شبكه الانترنت. ال 23 دول كانوا النواه اللي قدروا يرجعوا يدربوا بقيه زمايلهم. انت عارف حضرتك عدد المحاضرين في المعهد المصرفي يقارب ال 1000 محاضر. كلهم اتدربوا على عمليه التدريب عن بعد وقدروا ان هم ينقلوا نقله نوعيه في عمليه التدريب. اللي حصل ده ما كانش من فراغ. بكرر تاني، ده كان نتيجه ايمان شديد من قبل البنك المركزي بالدور المعهد المصرفي بيعمله، ومن ثم بقى عندنا الموارد اللي نقدر من خلالها ان احنا نحقق الاحلام اللي كنا بنحلم. يمكن منصه التعليم الالكتروني تم اطلاقها من قبل المعهد المصرفي قبل حوالي 3 سنين تقريبا. يعني ايه الجديد في هذه المنصة وعملها داخل السوق المصري؟ طيب، هي في الحقيقة المنصة في اول سنة دربت 4000 شخص، واحنا في الحقيقة ما كناش مبسوطين بالرقم. عشان كده انا بقول لحضرتك احنا كنا محظوظين بكورونا، لان كورونا اصبحت بتقدم في مجال التعليم لا بديل عن التعلم عن بعد، فاصبح
بديل التعلم الإلكتروني قد يكون أحد البدائل القليلة المتاحة صحيح. لمن يرغب في تطوير ذاته. أنا عايز أقول لحضرتك إن خلال الثلاث سنين دول يعني العدد زاد عن 60,000 متدرب. من 4,000 من 4,000 في أول سنة لستين ألف بعد ثلاث سنين يربو عن 60,000 والعدد في ازدياد شديد وازدياد مضطرد. احنا اعلنا قبل كده ان احنا عندنا ادارة تعلم الالكتروني وعندنا استوديو خاص بالمعهد وعندنا المتخصصين العاملين في المعهد المصرفي من الفنيين اللي بيقدروا يعملوا رسوم متحركة ويقدروا يعملوا فويس اوفر ويقدروا يصوروا ويقدروا يعملوا سكريبتات وما الى ذلك. بس احنا الحقيقة ما اكتفيناش بده. احنا روحنا تعاقدنا مع اكبر قاعدتين بيانات فيهم اكبر مكتبتين للتعلم الالكتروني في مجال العمليات المصرفيه اسمها انتوشن اصلها ايرلندي. وامبارح بالصدفه احنا كنا بنعلن عن شراكتنا مع جوان هي عباره عن منصه عليها اكتر من 80,000 دوره تدريبيه في كل المجالات اللي حضرتك تتخيلها، عمليات مصرفيه، مهارات عامه، اداره استراتيجيه، قياده، حتى مهما كان غرابة الموضوع حيك أكيد هتلاقي عليها دورات متاحة. لأن إحنا نظرتنا للشخص اللي بيشتغل في القطاع المصرفي مش إن هو رجل فني، وفي الحقيقة رجل فني وبرضه لابد أن يتمتع بمهارات إدارية. مين بيستفيد من كل هذه الجهود؟ يعني المنصة الإلكترونية، حتى الدورات التدريبية المختلفة اللي بيقدمها المعهد المصرفي، كل أنشطة المعهد المصرفي مين بيستفيد بيها؟ كل العاملين بالقطاع المصرفي ابتداءا ده تركيزنا الأساسي وده أولوياتنا دائما. ولكن ما نقدرش ننسى حاجة مهمة قوي، إن مع الشمول المالي أصبح دور المعهد غير مقتصر فقط على العاملين في البنوك. احنا بنتكلم على كافة فئات الشعب المصري صحيح. اللي محتاجين يتشجعوا ويتعلموا إزاي يتعاملوا مع البنوك، إزاي يقدروا يستفيدوا بحقوقهم في إن هم يعني يحصلوا على خدمة مصرفية. فالشمول المالي في حقيقة خلينا بنتكلم مع كل الناس. إحنا لينا تجارب كبيرة قوي في الصعيد، لينا تجارب كبيرة قوي في عدد من المحافظات مع مدارس ابتدائي ومدارس إعدادي، بنعرفهم أساسيات التثقيف المالي اللي من ثم بتجهزهم لأن هم يبقوا أكثر قدرة على التعامل مع البنوك. ما ننساش حاجة مهمة قوي يا أستاذ إسماعيل، طلبة الجامعات اللي البنوك المصرية بتبقى محتاجاهم عشان تعينهم. دور المعهد المصرفي مع طلبة الجامعات دور كبير، أو يعني خلينا نتكلم على أثناء الدراسة وحديثي التخرج. طيب أثناء الدراسة إحنا في الحقيقة بنتيح الكثير والكثير من برامجنا لطلبة الجامعة. برنامج التدريب من أجل التوظيف طبعا يعني غني عن التقديم، هو في حقيقة معروف جدا من 2009 واحنا بنقدمه. عدد اللي استفادوا منه لحد يومنا هذا مقارب ل 20,000، يعني 19,000 وشويه. البرنامج طول عمره مدعوم من البنك المركزي لانه بيبقى مقدم بشكل اساسي لطلبه الجامعات المصريه. ده كان لحد السنه اللي فاتت. في الحقيقه هو احنا كانت نيتنا من قبل ما تيجي كورونا ان احنا كنا يعني عندنا ميل ان احنا نتيحه بشكل كامل. يعني يمكن هي كانت مشكله كبيره عند عدد كبير جدا من الطلاب انه ما بيلاقيش الفرصه انه يلتحق بالمعهد المصرفي اثناء الدراسه او حتى بعد تخرجه مباشره، وبيصيبوا الاحباط يعني. لكن هل الارقام دي اختلفت؟ هل الفرص زادت بعد التعلم الالكتروني؟ طبعا زادت واصبحت متاحه وفي متناول كل الناس. ويعني حقيقة مش محتاج اقول لك قد ايه الشباب يعني عندهم قدره شديده على التعامل مع التكنولوجيا صحيح. وعلى الموبايل الهواتف الذكيه وشبكه الانترنت، قد يكونوا اقدر من اي حد تاني في ده وعندهم استعداد شديد لده. وده في الحقيقه اللي شجعنا ان احنا نحول البرنامج بالكامل الى نسخه الكترونيه. يعني بالكامل بنسبه 100% نتيح كل الدورات التدريبيه بتاعه البرنامج للطلاب عشان يحصلوا على برنامج التدريب من أجل التوظيف من غير ما يبقى مضطر ان هو يجي يحضر البرنامج في غرف التدريس. التقديم عليه بيتم اونلاين، اختباراته من على موقع المعهد المصرفي. الدفع بيتم من على موقع المعهد المصرفي. كل الدورات احنا بنتكلم، مش بنتكلم على برنامج قصير، احنا بنتكلم على 23 دوره. البرنامج ده لحديثي التخرج ده لطلبه سنه رابعه ولحديث التخرج لحد 3 سنوات. الجامعات الحكوميه بيحصلوا على هذا البرنامج مدعوم من قبل البنك المركزي.
والجامعات الخاصة يقدروا برضو يحصلوا عليه بنفس الاسلوب، بس ما بيبقاش مدعوم لان الدعم بيبقى موجه اكتر للجامعات الحكومية. انا متوقع ان البرنامج ده هيعمل نقلة نوعية وهيحل مشكلة كبيرة جدا للبنوك وللطلب. ليه؟ البنوك دايما عايزة طلبة مدربين، صحيح، يعني هو البرنامج اللي بنشوفه، البرنامج اسمه التدريب من اجل التوظيف، صحيح. هو ليه هدف ينتهي بالتوظيف. فاحنا طول عمرنا عايزين طلبة. طب بيشتغلوا كلهم يا استاذ عبد العزيز؟ يعني بتتابعوا وبتشوفوا الناس دي؟ انا مش عايز اقول لحضرتك ان البنوك يعني بتطلب زيادة عليهم، لا، لان هم جرت العادة ان البرنامج ده بيخرج كل سنة حوالي من 1500 ل 3000 خريج، بيتراوح الرقم ده من سنة لسنة. اول ما كنا من متطلبات سوق العمل بكتير المصرفي بكتير، وكنا بنبعت للبنوك اسامي الخريجين وارقام تليفوناتهم ونقول لهم اتفضلوا، بيتخطفوا ده اللي كان وصلنا. بس طبعا احنا ما كانش عندنا معلومه مؤكده هو مين اشتغل فين، لان كتير منهم بيدخل الجيش وكتير منهم بيقرر بحريته ان هو يشتغل شغلانه ثانيه غير القطاع المصرفي. فاحنا في الحقيقه الجديد اللي بيتقدم، وفي الحقيقه انا شايف ان دي قد يكون اهم معلومه محتاجين يعني ايه نضغط عليها ونوضحها للمشاهد، ان الاول مره البرنامج هنقفل الحلقه ازاي بقى، ان كل الخريجين اللي هيجتازوا الامتحان هيبقوا متاحين على قاعده بيانات يتم توصيلهم بشكل مباشر بمسؤولين القطاعات الموارد البشرية والتعيينات تحديدا داخل البنوك. فأي حد هينجح في البرنامج ده بعد اجتيازه موظف التعيينات داخل البنك أو مدير التعيينات شايف. داخل البنك هيبقى شايفه، عارف هو مين، معاه تليفونه، عارف درجاته، عارف هو في أي محافظة، لأن ممكن جدا يكون البنك عايز يتوسع في محافظة معينة فبيدور على خريج داخل حد داخل المحافظة دي. الحلقة دي حين إغلاقها هنبقى قدمنا الخدمة بشكل متكامل، بحيث ان اي حد تم الاستثمار فيه يقدر بجد ان احنا نضمن ان القطاع المصرفي قادر يشوفه. انتهيتوا منها ولا لسه؟ احنا جاهزين ان شاء الله برنامج قابل للإعلان في خلال ايام من النهاردة، وبكرر تاني ان البرنامج بيتقدم اونلاين، الدفع عليه اونلاين، الشهادات اونلاين، حتى اختبارات نهاية البرنامج اللي بتتعمل تعمل فيها جزء مهم جدا استاذ اسماعيل اسمه اختبارات التوظيف القابله للتوظيف. يعني انا كموظف شغال في قطاع الموارد البشريه في قطاع التعيينات داخل الموارد البشريه في احد البنوك، اقدر اشوف هذا الطالب قابل للتوظيف ولا لا، عنده قدره التعامل مع الجمهور ولا لا، يفضل ان هو يشتغل في الخطوط الاماميه ولا صحيح. في الخطوط الخلفيه. استاذ عبد العزيز، يعني كنا بنتكلم عن الشباب وعن حديثي التخرج، فطبيعي لازم يكون عندنا اسئله عن المستقبل. انتوا شايفين مستقبل العاملين في القطاع المصرفي ازاي؟ لكن خلينا ناخد من حضرتك الاجابه بعد فاصل قصير. اعزائي المشاهدين، نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل كلامنا تاني عن المعهد المصرفي، ابقوا معنا. اهلا بكم اعزائي المشاهدين مره تانيه، ونكمل كلامنا عن المعهد المصرفي. النهارده معنا ضيفنا الأستاذ عبد العزيز نصير، المدير التنفيذي للمعهد المصرفي، اللي هيكلمنا عن مش بس دور المعهد المصرفي داخل السوق المصري، لا، في هذه الفقرة هيكلمنا عن دوره يمكن كمان خارج السوق المصري برا مصر. أستاذ عبد العزيز، يمكن المعهد المصرفي بقاله سنتين ثلاثة، بقاله فترة طويلة بيشتغل على ملف مهم جدا، ويمكن هذا الملف بيجي في إطار اهتمام الدولة واستراتيجيتها لتعميق العلاقات مع الأسواق الإفريقية، ويمكن الجهاز المصرفي اشتغل على هذا الملف، ويمكن في مقدمته البنك المركزي ركز على تعميق التعاون المصرفي ما بين الأسواق الإفريقية ومصر. انتم بقى كمعهد مصرفي بتعملوا ايه في الملف ده؟ طيب نرجع سنتين ونص ورا، كان المعهد المصرفي يتعامل مع دول 8 دول أفريقية فقط لغير، تقدم لهم خدمات التدريب والتطوير. خدمات التدريب 2021 احنا بنتكلم على 43 دولة افريقية، بنتكلم على 3228 متدرب منذ نشأة المعهد. فواضح زي ما حضرتك اشرت اهتمام الدولة من 8 دول، من 8 دول ل 43 دولة، زي ما حضرتك اشرت ده توجه عام في الدولة، توجه واضح جدا من البنك المركزي الاهتمام بجيراننا واخواتنا الدول الافريقيه، بنقدم لهم البرامج دي بقالنا سنتين وشويه،
بشكل دائم. عايز اقول لحضرتك البرامج دي بتتقدم عندهم في بلادهم او بتتقدم عندنا في المعهد او بتتقدم اونلاين. احيانا بنبعت المحاضر بالماده العلميه, احيانا هم بيجوا فود, والاحيان الاكثر هم بيجوا مصر في الحقيقه, والاحيان الاكثر والاكثر مؤخرا ان هي كل ده بقى بيتقدم اونلاين. طبيعي جدا ان حضرتك تلاقي بنك مركزي افريقي بينتدب بعثه من العاملين دي لزياره المعهد المصرفي والبقاء معانا 3 4 ايام عشان يشوفوا ايه اللي بيحصل, عشان هم منوطين بانشاء معهد مصرفي للبنك المركزي زينا الخاص بيهم, فبييجوا يعني يستفيدوا من تجربتنا. حبيت اقفل الحلقه بسؤال مهم, وهو له علاقه بايه الجديد وايه الشراكات الدوليه اللي دايما المعهد المصرفي بيحرص على انه يعملها كل شويه ويحدث من هذه الشراكات, علشان زي ما حضرتك قلت انه التطوير دي مساله دايما مستمره, دايما في تطوير, العالم دايما بيجري وبيسعى للافضل. التعاون العالمي او تعاون المعهد المصرفي مع الاسواق الخارجيه, الشراكات الجديده, ايه الجديد في الخدمات اللي بتقدمها؟ طيب احنا الجديد يعني هنتكلم على اكثر من محور اسمه. بدايه احنا عايزين نقول ان كل ما كان تقليدي يعني لا يمكن قبوله بصورته التقليديه. يعني ابسط مثال مجله المعهد المصرفي, المصرفيون كتير من المصرفيين كان بيستنوها ربع سنويه وبتروح لهم على البنوك بتاعته. بطلنا نطبعها مع اول جائحه, وخدنا قرار من شهور ان احنا هنحولها لموقع الكتروني, وتحولت بالفعل الموقع الكتروني ونزل العدد الاخير عدد الكتروني بالكامل. بنتكلم فيها على كل التطورات اللي بتحصل جوه القطاع المصرفي المصري. فده نهج في الحقيقه, مش بس حاجات جديده بتتعمل, لا ده نهج عام, هو ده في الحقيقه اللي بيؤدي لكل حاجه جديده. فدي نمره واحد. نمره اتنين, شراكات جديده. يعني انا مش محتاج اقول لحضرتك ان احنا كان عندنا شراكه بدات منذ عام مع جامعه هارفارد, ورحنا خدنا دوره هناك لمده اسبوعين. عندنا شراكات مع جوان زي ما قلت, مع انتويشن, مكتبه فيها اكتر من 120 دوره مصرفيه باللغه الانجليزيه واللغه العربيه, موجود منها دورات باللغه العربيه. كل ده اصبح جديد بنقدمه كل يوم. في الحقيقه احنا بنعمل جديد. عملنا شراكه مع مؤسسه سانز الدوليه لتدريب العاملين في القطاع المصرفي على امن المعلومات, وحضرتك سالتني في الحوار اللي فات لو تتذكر على ان احنا عمالين نفتح منصاتنا. طب وبعدين مين اللي هيحمي الناس دي؟ احنا بندرب العاملين في القطاع المصرفي على امن المعلومات. وخليني اقول لك, امن المعلومات هنا من 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 اصغر موظف عنده ايميل ادرس على الموقع بتاع البنك او على الداتابيز بتاعه البنك, اصبح مهدد لو هو عمل اي اجراء غير مدروس او غير محترز, ممكن ده يؤثر على كل. فبندرب. انا عايز اقول لك ان في بعض البنوك بتدرب بال18 وال20 الف موظف على دورات امن المعلومات, برنامج مدته لا تتعدى ساعتين ثلاثه. وارجع اقول ان احنا برضو نرجع تاني نقول ان الجائحه ما كانتش كلها شر. احنا لما بنتكلم على التعلم الالكتروني, التعلم الالكتروني متاح, وما نقدرش نغفل حته التكلفه. التعلم الالكتروني رخيص التكلفه. الدوره التدريبيه اللي كانت بالالاف في ظل التعلم الالكتروني تحولت لبعض المئات من الجنيهات. بعض الدورات بتصل تكلفتها ال100 جنيه وال200 جنيه, ويحصل عليها المتدرب العادي. مش بنتكلم بس على على العاملين في القطاع المصرفي. ايه الجديد تاني؟ والله الجديد, الجديد غير الشراكات الدوليه وغير التعلم الالكتروني والابواب الجديده اللي متاحه فيه, السيميوليشن سيستم, نظم المحاكاه. نظم المحاكاه اللي اصبحت بتتيح للمتدرب ان هو يحصل على عمليه تدريبيه في بيئه افتراضيه. يعني بيبقى هو موظف بنك ومعاه بادجت, معاه فلوس, معاه مبلغ مالي, بيدير محفظة, وبيدير محفظه, وفي نفس الوقت البيئه الافتراضيه بتغير قواعد السوق. حتى لو ضيعها ده يعني هو مش هينجح, يعني لو ضيعها مش هينجح. بس اللي اقصده بنحاول ان احنا بس ما يبقاش الموضوع بيتكلم على نقل معلومه
بشكل مجرد بتحطه بتحطه جوه جوه بيئه يعني. وبنقول له انت عليك ضغوط وممكن كمان يعني نسحب منه جزء من صلاحياته ونقول له جالك مدير جديد او نغير متغيرات في السوق نقول في ضريبه جديده او في قانون جديد صحيح. عشان يحس ان في وخلي بالك ده بيتعمل في بيئه منافسه يعني ما بيبقاش هو لوحده بيبقى هو مع فرق اخرى بيتنافس معاها يعني نظام مصرفي افتراضي بالكامل افتراضي. بالكامل هو متخصص يعني لو هو شغال في التجزئه المصرفيه بياخد الجزء بتاع التجزئه المصرفية لو هو شغال في جزء مشروعات صغيرة متوسطة وما إلى ذلك فده دي كلها حاجات جديدة احنا في الحقيقة دورنا ان احنا نقدم القطاع المصرفي الجديد دورنا ان احنا نبقى مطمنين اللي بيحصل ده سليم دورنا ان احنا ندور على المهارات المستقبلية ما نقعدش ندرب على الواقع اللي موجود دلوقتي بدون بغض النظر عن اللي هيحصل بكرة. أستاذ عبد العزيز نصير المدير التنفيذي للمعهد المصرفي المصري بشكر حضرتك شكرا جزيلا. أنا اللي بشكر حضرتك على الفرصة وبحيي مشاهدين حضرتك وإن شاء الله نلتقي في لقاء قريب إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المشاهدين إلى هنا تنتهي حلقتنا النهاردة من بنوك واستثمار ونشوفكم في حلقة جديدة الأسبوع القادم إلى اللقاء.